فضيلة الشيخ عطية صقر، ما الأسباب الرئيسية لانحراف الأولاد؟ الأسباب الرئيسية الجهل وعدم المراقبة. لا بد من العلم الديني بالأوامر والنواهي من العقائد والسلوك، ومع التعليم لا بد من مراقبة سلوك الأولاد، فإن هناك مؤثرات للمعصية سواء في الكبار والصغار. وعند المراقبة إلى جانب مراقبة الله التي قد تغيب أو تضعف عند الولد، ينبه الأولاد إلى الخطأ ويحذرون من العقوبة عند العود إلى الخطأ. والذي يراقب هم الآباء والأمهات قبل كل شيء. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وإلى جانب الآباء والأمهات، كل مؤمن عليه هذه المراقبة لغيره، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبتعاون المسؤولين في المجتمع من الأسرة والمدرسة والنوادي وبيوت العبادة ووسائل الإعلام والقوانين، يمكن تعليم الأولاد السلوك الصحيح، ويمكن مراقبتهم عند المخالفة، وهنا يقل الانحراف إن لم ينعدم. والأمر بالتعاون على الخير معروف، والنهي عن السلبية وعدم المبالاة معروفة، في مثل قوله تعالى: فيمن لعنهم الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وفي الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والله أعلم.